اهلا بحضراتكم مره ثانيه. فصلنا الاخير النهارده، وهيكون فقرتنا الاخيره مع نجم من النجوم الخلوقه، واحد من النجوم اللي دايما كان بيعمل في صمت، نجم من نجوم النادي الاهلي، والبدايه كانت طبعا في القناه، النجم الكبير كابتن احمد رضوان ضيفنا في هذه الفقره. منور يا ابو كباتن. حبيبي يا دكتور، ربنا يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ حضرتك طبعا عليك. الحمد لله كله تمام، وانا بتشرف طبعا لما حضرتك يعني. ده احنا اللي نتشرف بوجودك دايما. حبيب. واحد من الشخصيات الجميله المحترمه اللي بتحظى باحترام انت الاكثر احتراما يعني. بتيجي نرجع كده على البدايات، نعرف الناس الجيل بقى اللي ما شافش كابتن احمد رضوان، تقول البدايه كانت ازاي؟ يعني طبعا زي اي ولد صغير في اسماعيليه بنروح اختبارات نادي الاسماعيلي. لا طالما اسماعيليه بحريه اللي ما يعرفش يعني رحنا الاسماعيلي وكنا طبعا شباب صغير مع بعض، فبنروح مع بعض، فاحنا 6 7، فكل سنه بنروح كابتن علي ابو جريشه طبعا هو اللي موجود يدينا البونبونيه، ويوم 1/7 تبدا. وطبعا ال5 6 تانيين ما بيحصل لهمش نصيب صحابي يعني، فطبعا ما برضاش اروح، انا مش هروح لوحدي يعني. انت مش قادر تروح؟ إيه الكابتن علي ياخدك؟ كابتن علي وبعد كده كل سنه كده انت مرتبط. انا اقول لحضرتك تاني سنه نفس الكلام، كنت عندي حوالي 9 سنين. تالت سنه بقى كابتن علي قال لي تعالى 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 انت خلصت انت ابني انت بالظبط كده. تاني تالت سنه ناخدك وما بتجيش ليه؟ قلت له يا كابتن عشان انا ليا اصحابي وانت ما بتاخدهمش يعني. قال لي لا، ما انا ما ينفعش اخد يعني السينما ولا ايه؟ يعني السنه اللي بعدها المجموعه دي راحت القناه، اتخذنا حوالي 3 بقى من الست. قلت خلاص معايا، فجم معايا 2 يعني الاسماعيلي والقناه عشان اصحابه. طبعا كنا مربوطين ببعض واصحاب وتعرف في الشارع على طول، فلما جم 2 خدوهم ويلا بقى نروح مع بعض ونيجي. وبدات بقى 12 سنه في نادي القناه. الحمد لله يعني جات لنا سنه كده يمكن حصل لنا ازمه في موضوع المواليد، شالوا فرقه من عندنا كنا 16 سنه وما كانش لنا مواليد، اتلغت فضمونا على 17 سنه. والحمد لله في السنه دي احنا خدنا الدوري، في كنا بنلعب دوري على مستوى خدنا الحمد لله 2 و4 17 و18. والحمد لله 18 سنه كابتن عامر كان ماسك الفرقه في الدرجه الاولى، وكان في ماتش ودي بيننا وبينهم محمد عامر بين الشوطين يعني، لعبت الشوط واحد قال لي تعالى. فرقه الناشئين والفريق الاول. كنا احنا كان عاملين فرقه امل في الناشئين، وكنت عندي 18 سنه بالظبط، قال لي تعالى تعالى انت بكره معادك الساعه 5 انت مش هتمرن هنا تاني، انت في الاستاد التاني الكبير. كنا الاول بقى طبعا كنا احنا الاستاد الصغير، الاستاد الكبير كان الناحيه التانيه. فقال لي بكره تمرينك الساعه 5. بس اتمرنت اسبوع مع كابتن عامر، لعبت اهلي وزمالك، لعبت ماتش الزمالك في استاد القاهره في الدوري. بعد اسبوع. بعد اسبوع وانت 18 سنه. كانت كارثه برضه، لان كان فينا مش كارثه، ده دي العين، العين اللي بتعرف. كانت كارثه بالنسبه للناس اللي موجوده، لعيبه اسامه محمود موجود، وكان عباده حسن، وكان مجموعه كبيره جدا، وزام الهليل، وكان مجموعه كبيره، احنا كنا صغيرين لسه. فان انت تطلع 5 ايام 6 ايام وتلعب ماتش الزمالك في استاد القاهره، ثقه كبيره جدا من كابتن عامر فيك يا كابتن. بصراحه من الناس يعني الجميله اللي ليها فضل على ربنا. كابتن عامر الناس الخلوقه الجميله جميله جداً يعني. وبعدين بقى خلاص كابتن فؤاد شعبان كان هو في السنه دي كان مشي، رجع تاني الحمد لله. فؤاد في البدايه كان الجيل بتاع تشيرنو وعبد الله الصاوي وعمرو انور وعمرو انور وكابتن علي يحيى وهشام العزوني وطارق فهيم، كنا مجموعه والعجوز بقى جانا في الفتره دي. وكابتن علاء حسب الله. لا كان جيل حلو، كان جيل محترم، جيل كبير يعني. وبعدين جه بقى كابتن فؤاد شعبان ما كانش بيحب الناشئين، بس جه بقى لقانا راكبين ولقاني دايس وراكب وبلعب اساسي، فخلاص بقى الموضوع بالنسبه لهم انتهى. وبعدين الحمد لله بعد كده كابتن عصام بهيج الله يرحمه وطارق يحيى كان معاه، وبعدين كابتن انور سلامه بقى، والحمد لله السنه بتاعت التوهج يعني سنه 2000 دي، اهلي بقى وزمالك والاسماعيلي طبعا عايز يخلصوا يعني. وبعدين بدانا بعد كده بقى كابتن مشير عثمان، حصل دروب كده معانا في 2002، نزلنا وصعدنا على طول في 2003. وبعدين الصعود بقى كان الاهلي مكلمني من كام سنه لما يعني صعدنا. انت غبت في القناه كام سنه؟ انا لعبت 8 سنين دوري ممتاز. 8 سنين دوري ممتاز. ازاي انتقلت الاهلي؟ انتقلنا في الاهلي، كنا احنا السنه 2002 دي كنا تحت، وبعدين اتصعدنا. كابتن محمود سعد جه مسك الفرقه، لعبت معاهم 6 شهور الاولانيين الحمد لله، كنا ماشيين حوالي 5 أو 6 الدوري. بس هي الفكره كلها ان هم كانوا جايبين لعيبه من الاهلي صغيرين، كانوا كلهم منتخب اولمبي، ايهاب عبد العاطي ومجموعه كبيره جدا، كانوا لعيبه كويسه ولكن كانوا عايزين وقت.
جالي بقى كابتن، لقيت كابتن الخطيب طبعا بيكلمني وكابتن حسام البدري بيكلمني، والموضوع خلص يعني. كان في شويه ازمات كده مع دكتور محمود يعني عايز يوديني الزمالك، عايز يوديك الزمالك. فطبعا شويه قفشات كده انا وهو، بس هو حبيبي يعني. ففي الاخر قلت له بص يا دكتور كابتن ما تحاولش، انا رايح انا رايح الاهلي، رايح الاهلي سيبني. واتنقلت الاهلي، وكان في بقى موضوع الحج والقصه بقى الشهيره. 23 يوم في الحج، ترجع يوم الاثنين تتمرن اول تمرين لوحدك، يوم الثلاث تلعب ماتش رسمي، يوم الاربع اربع وحد بطوله عربيه، اربع دوري وحد بطوله عربيه، وتر اكيلس بقى والتهاب في وشوك عظميه وقصه كده، وتلعب ده اللي حصل، وتلعب بقى وانت مصاب وتطلع بالشكل اللي مش مظبوط طبعا. فسيبني انا، مش حتى انا كنت بروح له اخواجا، سيبني انا مش انا احمد رضوان مستر جوزي، سيبني اتعالج صح واقف على رجلي صح. انا اصلا يعني كنا بنلعب 3 5 2 بقى انت عارف، وكان يعني حصل الحمد لله يعني، برضو كان برضو خدت منه الحته الايجابيه برضو ان انت اتعرفت والناس عرفتك برضو. وبعد كده رحنا اسمنت السويس، والحمد لله كمان كان لينا تجربه في الاتصالات هايله، صعدنا الفرقه. انت في الاتصالات كان لك دور كبير جدا. والحمد لله يعني برضو سنتين في جاسكو كده برضو في الاخر مع كابتن اسامه عرابي، السنتين كنا بننافس، مره دجله صعد علينا على بونت، ومره الانتاج صعد على بونتين. وبطلت 2010 الحمد لله، بشتغل على نفسي من ساعتها كويس. اشتغلت في القناه ناشئين وفي الاهلي وفي الجيش ورحت اتحاد جده الحمد لله. وبعدين اشتغلت بقى في بهتيم مدير فني، واشتغلت في البلاستيك مصر الاتصالات طبعا والحمد لله يعني. حاليا في مصر الاتصالات. انا كنت السنه اللي فاتت في كيما. كيما منصور. كان سعيد عبد العزيز وانا كنت مدرب معاه الحمد لله. استدعوني بقى السنه اللي فاتت بين الدورين. كان بعد كابتن هشام زكريا ما مشي، كابتن عمرو انور جه وانا مدرب عام، وكان حماده طلبه معانا وكابتن ابراهيم عبد العزيز. الحمد لله فنشنا يمكن تفنيش كويس جدا بعد ما هم كانوا ال 14 الحمد لله، وصلنا التاسع كان فرق بونت عن السكه الحديد. وبعدين بدانا مع الفرقه اول السنه، وكان بقى في المجموعه بتاعت جمعه مشهور كابتن جمعه، وانا كنت موجود مدرب عام وكده، بس يعني حصل شويه اختلاف في الاراء كده، فانا حاليا قلت لهم السلام عليكم. انا رئيس قطاع البراعم بقى في مصر الاتصالات دلوقتي. مصر الاتصالات دلوقتي. لا ان شاء الله باذن الله نشوفك في مناصب اعلى ان شاء الله في عالم التدريب، واحد السير كل خير حبيب. بكل تاكيد. طيب بما انك من الاسماعيليه هبدا بالنقطه دي، خلينا ابدا يعني ما اسيبهاش. الاسماعيلي الكيال اللي كلنا بنعشقه كلنا بنحبه، بقى لنا كام سنه حظك يا ابو بخيت؟ طبعا نقعد ولا ما نقعدش؟ وانا بالامس خدت استعارت كلمه كابتن ايهاب زنجه، طبعا لما قال على حمزه الجمل حمزه الجبل طبعا، اللي كل سنه يستعينوا بالراجل يجي يعمل مرحله الانقاذ، وبعد كده نقول له شكرا جزيلا الله. يعني نشوف حد ايه، نشوف حد تاني. لغايه امتى الاسماعيلي؟ وانا النهارده اتخضيت جدا لما لقيت ايقاف الفترات ثلاث فترات بسبب مش عارف الرقم اللي قمر الزمان. دكتور كمان ده عليهم رقم كبير جدا يعني، 500 مليون ده زي ما قالش كارثه كارثه يعني. بص يا دكتور، هو الفكره كلها في اي نادي، خصوصا الانديه يعني الانديه بتاعت المحافظات، الكنز اللي عندك ده لازم تفضل ناشئين. فكره ان انت يعني مش عايز اتكلم على اشخاص بعينها مسكت النادي ووصلت القطاع في حته صعبه جدا. انا عشان كنت انا من اهل الاسماعيليه لغايه دلوقتي اخواتي هناك، فانا بروح انا قاعد في القاهره بس يعني كل اسبوع اسبوعين ببقى متواجد هناك، فليا اصحاب كتير جدا مدربين هناك. لا في اوقات كتير جدا كانوا بيقعدوا ست شهور ما يقعدوش. فانت محتاج يعني مستني ايه من مدرب بيقعد بست شهور ومرتباتهم معلش انا اسف يعني قد كده؟ فده الكنز اللي كان حضرتك لو جيت بصيت على كل لما الاسماعيلي خد دوري بمين؟ بالمجموعه اللي بتيجي بس معاه كام لعيب اللي بيطلعوا، حسني موجود، احمد فتحي موجود، عبد الله موجود، كان قبل كده كان احمد فكري الصغير، كان قبل كده كابتن محمد فكري، كان فوزي جمال، كان الله يرحمه ايمن رمضان يعني. الفكره ان انت تخلص على الحته اللي تحت دي هي دي المشكله. فطول ما انت مقصر في الحته دي مش هتلاقي خير. الخير من تحت من الحته دي. زائد ان اللي بيجي انا اسف يعني بتاع شو جاي انا اسف يطلع في البرامج يتكلم كلمتين، يقول كابتن طلعت يقول له الماتشين الجايين اللي انت لو خسرتهم هتمشي. يعني راجل بالقامه دي جاي يبقى موجود عندك اسمه كابتن طلعت وتمسك كارثه والله، كارثه. الناس اللي بتيجي تمسك ده انا اسف يعني طبعا، لكن الناس دي انا اسف برضو لازم يبقى ليهم
مرجعية. يعني زي ما المدرب كده ليه رخصة ويشتغل بيها، صح، لازم الناس دي تبقى ليها، مش أي حد يجي يمسك نادي ويبقى مسؤول عن نادي وعن عن كيان كبير ويوقع الدنيا كده. فأنا شايف اللي مسك هو اللي عمل كده. برضو اللي قبليهم برضو كانوا بيثقوا في ناس برضو، أنا آسف، مش أهل الثقة، فجابوا لهم لعيبة كتيرة جدا عمرنا ما شفنا اللعيبة دي في الإسماعيلي. يعني أنا شايف حاجات غريبة جدا. وبرضو بلتمس لهم العسر، يعني دلوقتي انت لعيبه بتلعب برضو بتجتهد وبتعمل كل حاجه وبرضو الماديا ما فيش. في الاول وفي الاخر معلش، لعيب الكوره ده بيلعب كام سنه؟ كام سنه، صح، عمره افتراضي خلاص بطل. على فكره لو هو دماغه مش كويسه ومش شغال على نفسه خلاص كارثه. احنا لينا ناس كانوا في الكوره قدنا كتير جدا ودلوقتي انا اسف وضعهم سيء جدا. أنا معك. فطبعا ما ينفعش لعيب يلعب ببلاش، لكن لازم تعمل موارد. يعني حضرتك بتيجي تمسك نادي، معلش ما تقعدش كل شويه تقول اصل انا هجيب منين هجيب منين. طب انت حضرتك جيت ليه؟ لازم تعمل موارد وتشتغل على 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 التذكره بتاعه التمرين وتذكره الماتش، وتشتغل حتى على النجوم بتاعتك. احنا بنشوف بره حاجات كتير جدا، وانا يمكن سمعت حضرتك بتتكلم في فكره الانديه كمان المتخصصه. يعني ايه نادي فيه 45 لعبه و50 لعبه ويجي يقول لك ما فيش ايرادات؟ طب وانت هتصرف ازاي؟ هتعمل ازاي؟ هتصرف ازاي؟ ليفربول في هو كوره وخلاص. ريال مدريد عنده باسكت، عنده هاندبول، لعبتين ثلاثه يقدر ويقدر يشتغل عليهم ويجيب سبونسر كويس ويجيب. لكن برضو الادارات، مين السبونسر اللي هيجي؟ انا اسف يعني للاسماعيلي في القصه اللي بتحصل دي، والجان تخش والجان تطلع كارثه. فطبعا الموضوع عايز ولاد البلد. ولما انا اسف برضو لما الموضوع بيجي تعالوا ما حدش بيجي. كله بيبعد وكله بيتأصل يعني من الموضوع، وكله يعني كله بيقعد يقطع يقطع يقطع، واول طب تعالوا يا جماعه اتفضلوا، ما فيش حد بيجي يعزف، كله يعزف. انا ده انا بسمع حاجات غريبه جدا، ان بتيجي حتى فكره ان انت تروح تدفع العضويه ما بتدفعهاش. يعني انا وقت من الاوقات كنت عايز اروح ادفع عضويه، قال لك لا مقفوله. طب مقفوله ليه يا جماعه؟ هو انتوا يعني ما شاء الله معاكم فلوس للدرجات يعني والدنيا؟ انا كتير جدا. وحتى النادي اللي اتعمل هناك ما حدش استفاد بيه ولا حد. نادي النخيل نادي كبير ونادي حاجه جامده جدا، ما تستفيد بيه. اعمل موارد، اعمل نادي، افتح عضويه واشتغل عليه. صح، واشتغل في مجالات كتير جدا يا دكتور ممكن يجيبوا منها فلوس. بس فكره ان انت برضو بتجيب حد كل دماغه ان هو للشو بس، دي تبقى صعبه جدا، صعبه جدا. طيب من الاسماعيلي برضو قبل ما اروح للدوري العام، القناه بيتك ده يعني ما شاء الله احب المكان على اعلم. وحاليا دكتور خالد عفيف واحد من شخصيات جميل النادي جدا جميل. سياده اللواء اسامه ربيع طبعا رئيس الهيئه. يعني انا رحت هناك وشفت المنشاه الجديده وشفت النادي والاهتمام بيه. امتى نلاقي القناه يرجع برضو القناه اللي كنا بنشوفه في الدوري؟ بص ده احسن نادي في مصر. يعني لو جينا اتكلمنا عن الاهلي معاه او تحتيه كده بحته، القناه المنشات وكل حاجه عنده منشات مش موجوده في حاجه، وماديا وحاجه محترمه كل شيء. دكتور احنا لا احنا موافقتنا في سنه 98 كانت 2000 و3000 جنيه. كانش في حد بياخد الكلام ده. انا ما كنتش باخد فلوس، كنت باخد مكافات بس. يعني ما كانش ليا عقد. اول سنتين ثلاثه لعبنا ببلاش، انت عارف حضرتك كنا بنطلع صغيرين ما بنعرفش. لكن بتلاقي كل اسبوع بتلاقي لك قرش تقدر تعيش بيه. فنادي انا بحبه على المستوى الشخصي، ولكن انا معلش يعني لو هم سامعيني ولاد النادي هم اللي هيطلعوا النادي. لازم نتعمل لجنه كوره، ولجنه كوره ناس تبقى بعيده. انا اسف برضو ما حدش يزعل مني هناك. انا بتكلم للصالح، واحمد رضوان قاعد في القاهره. مش احمد رضوان مش عايز شغلانه يعني هناك، لكن لجنه كوره حد من بره الموظفين. فكره الشركه اللي بتبقى بيجيبوا حد من الموظفين دي بتبقى معلش شويه. فكره ان انا موظف في الشركه بعمل حسابات، لكن اللي بيجي من بره ده، وانا بتهيألي هناك دكتور محمد وهبه اظن اللي موجود في حاجه قامه كبيره جدا. وهبه من الناس اللي يعني جدا ودارس وحاجه ما شاء الله. انا اقرب واحد له، حاجه حاجه جميله، حاجه تقيله جدا. وبصراحه المجلس بيساعد يعني. انا ليا مدربين هناك كتير صحابي يعني كلهم يمكن اصغر مني ويمكن جيلي. لا تدعيم هايل يعني. تدعيم هايل وبيعملوا كل حاجه. وطبعا كانوا السنه دي قريبين جدا لولا اللي حصل شويه يعني الاخفاقات كده في الاخر للاسف. الاخفاقات اللي حصلت في الاخر كنت اتمنى طبعا هم او الاتصالات طبعا ناديين بيتنا يعني. لكن نتمنى ان شاء الله السنه الجايه فكره ان انت برضو ثلاث فرق تصعد دي هتبقى حاجه ان شاء الله سهله باذن الله ليهم يعني في ظل الامكانيات والناس اللي موجوده. بصراحه حاجه محترمه جدا ان شاء الله. من الاسماعيليه هرجع بيك للدوري العام لكن بعد ما ارجع من الفصل.
رجعنا لحضراتكم مرة تانية وفقرتنا في الماتش مع كابتن أحمد رضوان نجم النادي الأهلي ونادي القناة. كابتن أحمد، الدوري العام مجملا، الأهلي كالعادة عمل كل حاجة السنة، عمل كل حاجة حتى النهاردة 4-1 وعرض أكثر من رائع. الشكل بدأ يتغير، المركز الثاني بيراميدز مكان نادي الزمالك وحيشارك في دوري رابطة الأبطال، فيوتشر مازال في المربع الذهبي من الموسم الماضي. دولة الأربعة الكبار، شفت الأربعة زي السنة دي؟ يعني طبعا كولر هايل، اللي حصل قبل كده، مشاكل اللي حصلت قبل ما يجي هو عدلها. فكرة ان هو ما يشتغلش ب 12 13 لعيب ويخلص عليهم، هو شاطر في الحتة دي جدا، دخل الناس كلها، قرب كل الناس، وبعدين خد اللي هو عاوزه من كل الناس، وبعدين عرف خلاص الأساسي بتاعي ايه. حتى النهارده هو بيتكلم، انا ما عنديش أساسي واحتياطي، فخلاص مدخل كل الناس ومقرب كل الناس، وكل الناس ما شاء الله داخله في اللعب وعندهم وبيطلع كمان مميزات من عبد القادر شويه، من طاهر شويه، وبعدين بنجيب بنلاقي بيرس تاو معاه شكل تاني خالص، حسين الشحات شكل تاني خالص. فهايل بصراحه، هادي، بيطور لعيبه بالشكل الفردي والشكل الجماعي كويس جدا. عجبني جدا في فكره ان هو لما غلط وبدا يشتغل مع الناس، ان انا ند بالند في كاس العالم وفي صن داونز، وبعدين الفروقات بانت جدا، راح قال لك لا ارجع واقفل واشتغل صح. فده عجبني جدا، لان مش كل الاجانب كده صح. يعني الراجل، في ناس كتيره جدا اشتغلنا مع اجانب، الاجنبي دماغه مقفوله، حافظ وجاي ينفذ، حتى لو الكلام ده اخد منه شهور ما عندوش مشكله، بيقول لك انا عادي سيبني. لكن هو رجع خطوتين وقفل كويس جدا. شايفين الاهلي اخر 9 ماتشات ما بيخشش فيه ولا جون، حاجه هايله جدا. الزمالك الراجل طبعا جاي على فرقه مهلهله، برضو كارثه حاصله، الاداره مش مظبوطه، وبعدين بيحاول، مش ما عندوش المميزات بتاعت كوبر الحته النفسيه، لكن بصراحه انا شايفه بيعمل شغل كويس للزمالك، لكن محتاج ادوات كتيره جدا جوه الملعب ناقصه عشان يشتغل عليها، عشان يقدر يوصل للحته اللي هو عايزها. لكن الراجل واضح فنيا عنده حاجه. بيراميدز طبيعي جدا، فرقه متكامله من زمان، لكن فكره ان انت ما بقاش ليك مردود، محتاج بطوله، عايز جمهور، عايز اللعيبه تخاف، عايز اللعيبه تقلق. انا بخسر ما عنديش مشكله، كل الفكره ان الناس بتاعت الاداره بتديني كلمتين وخلاص. لكن الاهلي وزمالك الجمهور عليه عامل جدا، بيعملوا حساب الشعبي، اللعيبه بتعمل حساب. فكره ان انا اخسر بطوله او اخسر ماتش بيبقى فيه مشكله كبيره. هم، انا شايف ان القصه دي محتاجين حاجه زي كده، هتوديهم في حته كويسه. فيوتشر زي ما احنا قلنا بصراحه، اتولد كبير وبطوله، من المدربين المجتهدين جدا اللي انا بحبه بصراحه، ولما خد اشتغل، وكل الناس الصغيره اللي خدت ما شاء الله عليها، يعني زي ما حضرتك بتقول، وهو كان منهم بقاله سنين بصراحه، مجتهد جدا. دكتور ميمي بصراحه برضو مصري خامس الدوري، وحاجه محترمه جدا، جهاز محترم، دكتور ميمي، كابتن كاس، كابتن طارق، يعني حاجه جميله جدا، توليفه حلوه كده. احنا يمكن الثلاثه لاقين على بعض، يعني يمكن المصري في بورسعيد، انا اعرف ناس هناك قلقوا شويه من التوليفه، و طب غريب ازاي ومع الدكتور وبتاع، بس الدكتور ذكي، انا اتعاملت مع الدكتور، هو انسان جميل، دكتور ذكي، يعني وهيعرف يعني يشتغل معايا الدكتور ميمي وكابتن احمد الكاس طبعا، حاجه الاثنين شخصيات جميله، وطارق جميل ومحترم، فطبعا حاجه محترمه. الاتحاد، المحله طبعا زعلانين عليهم جدا جدا جدا، يعني المحله واسوان يا دكتور 7 و8 في الدور الاول، يعني الدور الاولاني خلص 7 و8، كان في الاخر البنك الاهلي والاسماعيلي والحرس، كان ده كله هو اللي في والداخليه، كانت الثلاثه كانوا 13 بونت تحت. ففكره ان انت تبقى من الحته دي للحته دي برضو تغيير اجهزه، وانا شايف الراجل بابا فاصيلو ده ما كانش لازم يمشي باي طريقه، كان لازم تحافظ، كان كميته ماشيه مع لازم احافظ عليه. انا شايف ده كانوا اول دوري في وقت من الاوقات، فلازم احافظ على الدنيا بقى. انا ما اعرفش ايه اللي حصل يعني الكواليس بصراحه، لكن كنا يعني كان لازم يحافظوا على المكان ده. كابتن حمزه الجمل طبعا، انجازه هو كابتن 11 وفي الاخر يطلع 11 بعد كل الكارثه دي. لا كابتن علاء حضرتك لسه جايبه، لا في مدربين كتير جدا برضو، كابتن طارق العشري برضو، في يعني بعد ما راح الفتره الاولانيه بتاعت فرق، عامل شغل هايل جدا في الفرق، جدا. لكن طبعا في بقى حضرتك الاربعه اللي قلتهم في حته، والباقي يمكن اللي قعد في مكان تاني.
نتمنى ان شاء الله ان الدوري بتاعنا يبقى فيه 8 9 ينافسوا في الحته اللي فوق ديت عشان الدوري يبقى قوي ونشتغل زي الدوري زي ما تحت بلاقي فوق يبقى الدوري السعودي بس هنا يعني يبقى فيه يعني مش يعني احنا شايفين الاهلي خلاص بعيد جدا فلا نتمنى ان شاء الله فوقان فيوتشر وبيراميدز والاتحاد والمصري الاسماعيلي يرجع بقوه يعني ان شاء الله نشوف السنه الجايه ان شاء الله دوري محترم ان شاء الله باذن الله. طب تعالى بقى ناخد فقره واحد من ثلاثه. رفضت عروض من انديه اخرى كبيره بسبب اختار لي واحده. حب للاهلي، التقدير المادي الضعيف، رغبتي في بدايه مشوار جديد مع التدريب. يعني انا بطلت بدري عشان انا حابب موضوع التدريب ده، الموضوع حاسه حاجه جوايا كده يعني الواحد لما بيقعد شويه. انا رئيس قطاع البرامج بس بحب انزل الملعب بحس دماغي هتصدي فبنزل الملعب. فالموضوع التدريب ده موضوع مهم جدا للواحد بصراحه. طيب افضل ظهير ايمن في مصر، اختار لي واحد. محمد هاني، حامز المسوسي، ولا هشام صلاح؟ ولو لك اختيار التالت. محمد هاني هايل، حاجه محترمه جدا وتطور جدا جدا مع الراجل جدا. هشام صلاح كان معايا في الاتصالات والحمد لله يعني كنت سبب ان هو نيجي من بتروجيت ونصعده. احسن ظهير ايمن في مصر هو هشام بس هشام الحته دي تتظبط عنده. عاوز اشوف عنده مقومات بدنيه وفنيه حاجه محترمه جدا يا دكتور. انا شفته بقى قدام عيني حاجه ما شاء الله يعني، بس طبعا دي لازم تتظبط شويه. مهم جدا بدا يشتغل عليها، لكن لو اشتغل اكتر هيبقى في حته كويسه. طيب افضل موهبه شاهدتها خلال فتره لعبي، كابتن ابو تريكه، كابتن حازم امام، كابتن عبد الستار صبري. ثلاثه بس في واحد رابع. ها كابتن عجوز، كابتن احمد عجوز ده حاجه. في ناس كانت ساحره جدا. ده 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 انا لعبت معاه 6 سنين. العجوز كان في القناه، كان عجوز. لا متكامل يا دكتور. دريبل بالكوره، ثروهات رهيب، شوط. كابتن عجوز ما كانش ضعيف، رهيب كان. لا 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 ذكر خد منه كوره. لا قوي وحاجه محترمه. فاولات كان يشتغل بيها، كان بيجيب جوان بدماغه. انا معاك. لا لا كابتن عجوز ده لعبت تقيل، لعبت تقيل جدا. لكن طبعا كل اللي حضرتك قلتهم طبعا التريكة ده حاجه جميله. ما حدث الاهلي في الموسم الحالي يرجع الى الاداره، اللاعبين، الجهاز الفني. الاداره طبعا رقم واحد، لان هي خدت قرار ان اللعيبه ترتاح، واحنا كنا بننادي بالقصه دي لان اللعيبه دي مستهلكه 3 سنين، فلازم كانوا يرتاحوا. والراحه الاسبوعين اللي خدوهم هم الراجل جه على فوقان الناس مريحه وجاهزه للشغل فقدر يشتغل. عشان كده هو بيتكلم النهارده هو عايز الوقت، هو مش عايز يريح يومين وخلاص، هو عايز الوقت اللي يخلص الدوري عشان ياخد الجزء الكبير بتاعه. تمام. نرجع بقى عندنا فقره الفار. تمام. برضه معانا. اول حاجه، موقف عدى في حياتك كل ما تراجعه في الفار بتتمنى ان ما كنتش تعمله. ده مصطفى عادل هو استاذ في الحاجات دي بصراحه. مش عارف كنت اعمله ولا لا، بس هي فكره الحقنه اللي هو كان جوزي عايزني. انا ماتش المقاولين، انا كنت قبل كل ماتش انا ما بتمرنش. انا لعبت 19 ماتش، اول 4 ماتشات ما كانش فيه حاجه. بعد ماتش النجم اللي هو كان الرابع بعديه الالتهاب والشوكه، فلازم تاخد حقنه في الغشاء. فدي كانت عمليه، فالحقنه دي كانت عباره عن كورتيزون، بس القصه كلها ان هي بعد تلت ساعه او 25 دقيقه بتفك. فبتحس بالشوكه اللي في رجلك. فبدات اشتغل عليها واجيب فرشه وقصه كده، بس جينا بقى على الماتش الاخير اللي كان ماتش المقاولين. دخلنا بين الشوطين كنا 1-1، فجوزيه دخل قال عادل مصطفى وفيليكس اوت، فهم على الحمام جريوا جري. فانا رحت قلت للدكتور ايهاب، قلت له انا مش قادر. والماتش اللي قبليه كان انبي نفس الحال، بين الشوطين غيرت، كان 2-0 وكان الموضوع. فقال له لا لا ادي له حقن، وانا رفضت قفلت. قلت له لا. قال لي يعني ايه لا؟ طبعا هو لما كان بيتعصب كان بيتكلم برتغالي وبيقعد بقى يزعق. فقلت له والله ما هياخد حاجه. كابتن ثابت الله يرحمه يعني ذكر، فهو اللي وقف. قال له بص الولد دوت احنا كنا جايبينه احسن باك رايت في مصر، انت بوظت له رجله سيبه. قال له كده؟ وانا خدت بعضي. فهو طبعا ما كان المفروض يعني يجيب بقى يجيب عادل بقى ويجيب فيليكس اي حد منهم، هو راح مغير التغيير الثالث. وجت قصه ايه؟ شادي محمد وامير اتعور وبتاع، احمد رضوان السبب. فما اعرفش لو كنت لو هرجع اعملها ولا مش هعملها، بس انا كنت خلاص يعني وصلت للحته للزيرو. طيب شخص بعد ما رجعت للفار وشفت الحقيقه بتاكد انك كنت مخطئ في حقه.
والله يا دكتور انا عندي حسن نيه الحمد لله لكل الناس، ففكره ان انا يعني باخد حسن النيه لغايه لما يثبت يعني يبصم كده ان القصه يعني جايه من عنده غلط، فانا ما اظنش ان انا يعني غلطت في حد، ولو غلطت في حد بدون قصد يعني انا بعتذر له على ترجع. طيب فكره كرسي الاعتراف، اختبارات الناشئين بقى كثير من الاخطاء جدا جدا. عندي حلقه يوم الخميس عن يوم الاربعاء الناشئين، كابتن امام محمدين وكابتن جمال السيد موجودين. حاجه قامين قامات، حاجه محترمه جدا. طيب انا عندي مثلا هتكلم على الحته اللي عندنا في مصيدة صلاة. انا عايز اطور. ففكره ان انا اطور والموارد شويه مش بالقوه اللي انا محتاجها، فدخلت قطاع استثماري جنبي. كل الانديه عملت كده دلوقتي؟ لا بس ما دخلتش بقى الحمد لله. يعني الميزه اللي الواحد عاملها الحمد لله فضل من النعمه يعني من ربنا، ان انا عامل الف وب. به دوت هو اللي بيدفع وهو اللي بيصرف لي طبعا بمساعده مجلس الاداره، طبعا بيساعدونا طبعا بموازنه، ولكن انا بزود من القطاع ده. القطاع ده عندي بنشتغل عليه ان هو مش القصه ان احنا ناخد فلوس اكتر، لكن لو في حد كويس يروح هنا. في اولاد بيجوا عندهم مثلا 10 سنين رهبانين الدنيا، فلما بيقعدوا 3 4 شهور مع الشغل، وده حصل السنه اللي فاتت الحمد لله، طلعنا 3 4 اولاد من هنا حطيناهم هنا. كمان الحمد لله في مدربين برضو بنحطهم هنا يشتغلوا على نفسه عشان يخش الف، فالحمد لله دي عاملينها كويس، لكن طبعا في كوارث. طيب رفضت عروض للتدريب في القسم الثاني لانني انتظر ما هو افضل. والله يعني يعني القسم الثاني لا بصراحه، عشان ما اكذبش على حضرتك كان في كذا عرض يعني السنه اللي فاتت ممتاز بيه، وكانوا حاجات خلاص كنا يعني اعتبر كانت، بس ما كانش في توفيق ان هي تتفنش يعني، لكن انا خلاص قفلت من قصه ان انا ارجع قسم ثالث، لان القسم الثالث متعب قوي يا دكتور، و بتعمل كل حاجه، الموارد قليله جدا جدا، فانت بتكسب مثلا 3 4 ماتشات، فتيجي رئيس النادي يقول لك الحمام الساحه اتقفل، القاعه اتقفلت، فاهم؟ واحنا من الناس، انا في 2019 كنت مدير فني، 2016 كنت مدير فني المصيدة صلاة. انا مشيت عشان اللعيبه كان ليها فلوس وكانوا عندهم مشكله، وكان لسه ما عندناش مجلس، وكنا احنا عارف اللي هو الحماس وهتديهم، لا مش هديهم، طب ما بنعرفش ناكل عيش. خبره لسه. احد الاشخاص تسبب في الوقيعه بيني وبين منو الجزيه، وكان ذلك سبب في رحيلي. لا ما فيش حد، هو الراجل كان بيحبني جدا. بس فكره ان انا قلت له لا، دي كانت الطمه الكبرى بالنسبه له. تاني سنه بقى هو فظيع. تاني سنه انا اتعالجت، رحت المانيا معاهم وتعالجت، وبقى والله العظيم يا دكتور شممني الملعب بقى يعني. انا بقى انا سليم، انا عايز انزل سليم بقى، اديني بس اديني ماتش. كان يعمل ايه ماتش الودي؟ كان احمد شديد واحمد صديق كانوا صغيرين بالنسبه لنا، كان ينزلهم كلهم، وانا ماتش ودي ما انزلش. هو عنيد جدا. فاللي هو ايه اخر السنه كلمت كابتن خطيب، كان يعني بصراحه كابتن خطيب برضو في الحاجات الانسانيه دي جميل يعني جدا. فقلت له كابتن انا عايز امشي، قال لي يا احمد، قلت له ففي مصري وفي اسمنت وفي، شوف الفلوس اللي حضرتك مطلوبه ايه، واسمنت سويس جدا دفع الفلوس واتحركت يعني بسبب العناد. لا هو صعب جدا، وانا والله ما كنت عايز يعني، بس انا عايز اظهر بالصوره اللي انا كنت فيها. انا في نادي القناه يعني حضرتك بركات لما جه مثلا، انا عارف مستواك بركات لما جه كويس جدا، فبركات كان لسه جاي، فبيقولوا له انت من اسماعيليه واحمد رضوان وانت من اسماعيل، قال لهم احمد رضوان انا كنت بروح لعب القناه، احنا ما كناش بنلعب القناه، احنا ثلاث سنين الاخر احنا بنلعب احمد رضوان. فده كان حاجه انتم ما شفتوش، ما كنتوش مركزين، بس احنا شفناه قدام. فنفسي كنت ايه اللي هو اظهر بالصوره، انا كنت في سيناريو في دماغي ان عايز احترف واشتغل بره، بس سبحان الله يعني الحمد لله ان شاء الله تعوض في التدريب باذن الله. باذن الله تعوض في التدريب، تستاهل كل الخير حبيبي يا دكتور، ربنا يخليك. ودايما يعني ربنا بيختار للانسان الافضل الحمد لله، ان شاء الله باذن الله الافضل يكون قادم لك ان شاء الله، ونكتسب مدرب كبير ان شاء الله. حبيبي يا دكتور ربنا يخليك، وربنا يعينكم طبعا على اللي انتم فيه وشيله تقيله انا بس انتم قدها ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا نجمنا الكبير كابتن احمد رضوان، نورتنا وشرفتنا في برنامج العرض. غدا ان شاء الله عندنا حلقه مهمه جدا جدا جدا، الاعلام الرياضي بين الواقع والمأمول. ضيفي هيكون الدكتور طارق سعده نقيب الاعلاميين وايضا المذيع الرياضي، ده كله هيكون معانا في حلقه خاصه جدا جدا من الماتش بكره ان شاء الله. انتظرونا حتى هذا الموعد، دمتم في امان الله، الى اللقاء.